التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الاستمرار في التعاون المثمر مع الصين في إطار شراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون النموذجي بين الجانبين في شتى المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الصيني تشين جانج. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد استعراضا لآفاق تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين. ومن جانبه أكد وزير الخارجية الصيني خلال اللقاء على استمرار الصين في تطوير ودعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية في مصر، خاصة في ضوء ما تحقق في مصر من نهضة تنموية شاملة، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر والتي تتكامل مع المبادرة الصينية الحزام والطريق. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي والثابت للدولة بدعم الاستثمار في التعليم. جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء لمتابعة جهود تطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف محاورها الأساسية. كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز نشاط وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، وذلك كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاتهم من الكوادر الفنية المتخصصة. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي اطلع كذلك على جهود إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الأبنية التعليمية. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي بمحافظة الجيزة. وأكد رئيس الوزراء أن تبكير موعد افتتاح معارض أهلا رمضان لتبدأ من يناير الجاري يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة. وتفقد مدبولي ومرافقوه جانبا كبيرا من المعرض للوقوف على توافر مختلف المواد الغذائية والسلع الأساسية التي تهم المواطن، وكذا التأكد من بيعها بأسعار مناسبة. أعربت مصر عن خالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية الصديقة في ضحايا تحطم طائرة وسط البلاد. وأكدت مصر وقوفها مع حكومة وشعب نيبال الصديق في هذا المصاب الأليم. وكانت نيبال قد أعلنت يوم حداد وطني غدد الكارثة الجوية التي أودت بحياة 67 شخصا على الأقل في مدينة بخارى بوسط البلاد، فيما تستأنف عمليات البحث بين حطام الطائرة المنكوبة. تظاهر عشرات الآلاف في وسط مدريد للمطالبة بوضع حد لتدابير اقتطاع وخصخصة تطال خدمات القطاع الصحة العام. وتعاني خدمات الرعاية الأولية في منطقة مدريد تحت وطأة ضغط كبير منذ سنوات بسبب الشح في الموارد والموظفين، مما أجبر عددا متزايدا من الأشخاص على اللجوء إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات التي تعج حاليا بالمرضى على غرار بقية مستشفيات البلاد. قالت السلطات البريطانية إن رئيس الوزراء ريشي سوناك سيعلن اليوم عن اقتراحات جديدة لمواجهة الإضرابات في بعض القطاعات الحيوية. وأضافت السلطات أن اقتراحات سوناك تمنح الشرطة سلطات أكبر للتدخل لمنع أي خلل في النظام العام. وتشهد بريطانيا إضرابات صناعية واسعة النطاق بسبب الأجور والظروف المعيشية، حيث بدأ عمال السكك الحديدية الأسبوع الماضي إضرابا جديدا. قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن على السكان في جميع أنحاء وسط وجنوب كاليفورنيا الاستعداد لهطول أمطار وثلوج غزيرة، مع احتمال حدوث سيول وانهيارات طينية بمنطقة متشبعة بفعل العواصف المستمرة منذ 3 أسابيع. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وافق على إعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا التي تجتاحها العواصف منذ 26 ديسمبر الماضي.
ختام موجز 9:00، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.